عملنا اليوم مسيرة احتجاجية أمام مقر أكاديمية كتنسيق وطني وكشغيلة تعليمية. هذه المسيرة التي كانت مصحوبة بإضراب وطني أيام 21 و 23 نوفمبر. هذا البرنامج النضالي الذي نخوضه كتنسيق ضدا على النظام المآسي كما نسميه، وليس نظام أساسي. هذا النظام الذي جاء مخيبا لآمال نساء ورجال التعليم، نظام انتظرته الشغيلة أكثر من 20 سنة، بدل أن يأتي بمكتسبات جديدة حمل العديد من التراجعات، على رأسها فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، تكريس التعاقد، هذا التعاقد الذي لن يكرس إلا الهشاشة في قطاع حيوي كقطاع التعليم، تقنين سن التوظيف 30 سنة فما تحت، مما يعد إقصاء للعديد من الشباب. إذا من هذا المنبر كشغيلة تعليمية وكتنسيق وطني قطاع التعليم نطالب الوزارة والحكومة على حد سواء بإعادة النظر والتعديل النظام المآسي في جميع المواد، كما نقول بأن مصلحة التلميذ ليس هناك من هو أحرص منها من الأساتذة الذين هم محور العملية التعليمية التعلمية، ولكن في المقابل لن يكون لنا بديل عن تصعيد في ظل سياسة الأذان الصماء وسياسة فرض الأمر الواقع. أول شيء نهني مناضلي ومناضلات الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع والتنسيق الوطني لقطاع التعليم على نجاح هذا العرس النضالي الذي عبرت فيه الشغيلة التعليمية عن مطالبها بشكل راقي وسلمي وواعي ومسؤول، ونحمل الوزارة ومعها الحكومة على يعني تراجعها على جميع الاتفاقات التي اعترفت بها فيها بمظلومية هذه الفئة التعليمية التي تعاني منذ مدة طويلة، ونطالب بحل جذري لملف هذه الفئة بترقية استثنائية خارج الأنماط التقليدية للترقي، وبجرد جبر الضرر لجميع المتضررين من 1995 إلى 2013 مع الأثر الإداري والمالي لكل المتضررين. إذن نحن هنا في إطار الإعلان عن احتجاج موسع من طرف جميع هيئات التدريس نظرا للإجحاف الذي لحق بهيئة التدريس وأسرة التدريس، بمعنى أن هناك مجموعة من الأشياء التي بمعنى كنا نمني النفس ننتظر أشياء إيجابية مخاض لسنتين حتى تكون هناك نوع من التحفيزات لصالح العاملين بالقطاع أي الشغيلة، ولكن للأسف أصبنا بإحباط وخيبة أمل نظرا لوجود هناك ما يسمى بنظام أساسي قيل عنه بأنه محفز فإذا به هو محبط وبمعنى أنه مأساوي، وبالتالي أن هناك ليس هناك الاعتبار لا معنوي ولا الوضع الاعتباري ولا كذلك المادي لرجل التعليم. إذن فهناك إجهاز على حقوقه، والإجهاز على الرجل التعليم هو إجهاز على المدرسة العمومية، وكذلك هناك القضاء على هذا ما يسمى بمعنى أن تقريبا هذا الدور الوظيفي للمدرسة العمومية التي هي عبارة عن مشتل لإنتاج ناشئة اجتماعية تليق لهذا المجتمع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.